السلام عليكم شباب، معاكم علاء او جيمز كلاب من قناه في جي اس، واليوم عندنا لكم محطه اخبار الالعاب اللي نناقش فيها اخر اخبار الالعاب. طبعا عندنا حلقه كل يوم احد واربعاء، وكل خبر بنتكلم عنه بيكون رابط في الوصف. تابعونا على تويتر وفيسبوك وحتى الموقع، كل الروابط بتكون في الوصف. وراح نبتدي الحلقه الحين. طبعا اول خبر مو متعلق بالالعاب، متعلق بشركه بلاك بيري. طبعا الشركه قربت على الفلوس، لكن باعت الشركه حق شركه ثانيه مبلغ قيمته 4.7 بليون، يعني 4.7 مليار دولار. طبعا حتى في تطبيق البلاك بيري اللي نزل قبل فتره تاجل بسبب عده مشاكل مع نسخه سربت، فالشركه تبي تضمن انها تنزل لكم افضل نسخه على الاي او اس والاندرويد، وبتوعدكم بهاي الشيء جبيب ان شاء الله. لكن من عند بلاك بيري تم الاعلان عن الفائزين في معرض طوكيو جيمنج شو تي جي اس 2013. طبعا هاي اكبر معرض العاب يصير في الفوريست او في اليابان. طبعا من خلال العاب راح تحصلونها تحت في الديسكريبشن. الالعاب فيها لعبتين كانوا المفروض ما يكونوا موجودين، اللي هما باتل فيلد 4 وتايتن فول. هاي العاب شرقيه، فاذا ما خبنا الظن هاي الموضوع ممكن يسبب حساسيات حق المتابع الياباني. والخبر اللي بعده عندنا عن جهاز جديد لكن بيكون بس في الصين. طبعا شركه مايكروسوفت تعاقدت مع شركه صينيه براس مال قيمته 200 مليون دولار عشان يسوون جهاز العاب جديد. والحين ننتقل اخبار عن جيمز 13. طبعا بيكون في وايد العاب، وان شاء الله بعد بيكون بلاي ستيشن 4 واكس بوكس 1. إذا تبون تعرفون أكثر ضغطوا على اللينك في الديسكريبشن. أعلنت شركة Call of Duty عن حزمة خاصة بالبلاي ستيشن، هي معها البرستيج إديشن للعبة Call of Duty Ghost. طبعا البرستيج إديشن لCall of Duty Ghost هي معها عدة أشياء، منها كاميرا بقوة 1080p، معها بعد السي دي وأشياء وايد خاصة بالبرستيج إديشن، كلها مع الحزمة الخاصة بالبلاي ستيشن الخاصة بلعبة Call of Duty Ghost. واعلن استوديو فوكست هومز ان لعبه شيرلوك هومز كرايم اند بانشمنت، اللعبه اللي تم الاعلان عنها في معرض اي 3، راح تجي على البلاي ستيشن 4. كما اعلنت الشركه ايضا ان هاي اللعبه راح تكون اهم جزء من هاللعبه، لان اللاعب ممكن ينطلق بخياله في التحقيق في الجريمه. والخبر اللي بعده عندنا عن لعبه جي تي اي 5. طبعا في خبر حلو عن اللعبه، ان مبيعات اللعبه تفوقت على عده افلام ومنها افنجرز، هاري بوتر وافاتار. طبعا هالافلام مشهوره، وشوفوا شلون اللعبه تخطت الاسعار. طلع عرض جديد حق لعبه كريمزن دراجون اللي بس بتكون حق الاكس بوكس 1، يعني اكس بوكس 1 اكسكلوسيف. اذا تبون تشوفون العرض ضغطوا على اللينك في الديسكربشن. الكل منا يعرف العلامة اللي تطلع على وجه الأعداء لما مثلا يصيدونك في مثل جير سوليد. هيدو كوجيما قرر ان راح يغير هالعلامة في لعبة مثل جير سوليد 5، اللعبة اللي جاية حق مثل جير. طبعا السبب يرجع الى ان هو يبي يسوي اللعبة حقيقية ازيد، يبي يعني يشيل هاي التعبير ويغيرها بتعابير وجه بدل ما يحط علامة استعجاب بس. طبعا وفي الحديث عن الحقيقية او الواقعية على قولة هيدو كوجيما، راح يرجع الصندوق اللي تنخش تحته، يعني هاي مو حقيقي وصندوق حقيقي. ما ادري كوجيما بس لو شنو يقول كوجيما احنا نثق بكوجيما. وبعد عندنا خبر عن حرام السيارات جراند ثيفت اوتو او جي تي اي 5. طبعا اللعبة باعت في المملكة المتحدة فقط في اول اسبوع 2.2 مليون نسخة، طبعا اكثر من كول اوف ديوتي بلاك اوبس، وحطنا رقم كول اوف ديوتي بلاك اوبس بعد في المملكة المتحدة. كول اوف ديوتي وصلوا الى 2.0 او 2 مليون، وجي تي اي 2.25 او 2.25 مليون كوبيز في اسبوع واحد. فاذا عجبتكم الحلقه شباب لا تنسون تسوون لايك وسبسكرايب، تشيكوا صفحتنا في الفيسبوك وفي تويتر، وتشيكوا موقعنا www.vgstations.com، وتشيكوا تغطيتنا حق معرض جيمز 13. كان معكم محمد المطوع، حابب اشكر على المتابعه، مع السلامه.